بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم بدر بنجر وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة. طبعا نحن الآن في مطعم في الطريق إلى رايحين إلى بيوانغي، ولكن وقفنا في المطعم. المطعم هذا جدا جميل لأنه على الطراز الإندونيسي، وخاصة أنه مصنوع من خشب الخيزران. قبل أن نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات. هيا بنا. من سبان نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام. شعب مبتسم متواضع، يرحب بالضيف رائع. بين القرى والمدن حب وئام وحلم. طبعا خرجنا من الفندق قبل شويه ورايحين ندور فطور، لقينا فطور اكلات شوارع اسمه سوتو ايام كامبون با تيمبول. هذه هي الاوضاع هنا، ندور فين العيال راحوا. العيال راحوا هناك بيدوروا اكل ثاني، شوف بيدوروا. طبعا هنا جنب السوق عشان كده تحصل اكلات. رحنا فرفرنا المكان ما حصلنا. هنا في اكل خاص باهل جاوا، يعني يسموه اكل جميل. السعر كله 5000 ريال. 5000 يعني تقريبا ريالين او ريال ونص. ريال ونص وجبة بريال ونص. هذه هي الهرجة. بسم الله. هذا يسموه غورينغان. هذا هو الساتو. اني ساتو كامبون، ايام كامبون. ساتو ايام كامبون. بنقولوا هذه الوجبة ب5000 روبية. 5000 روبية يعني تقريبا بريال ونص. فيها رز، فيها قطع دجاج، فيها بطاطس مقلي وزي الحلوين. يعني فطور أغلب الشعب بيأكل. شوفوا أغلب الشعب بيأكل عادي. فخلينا نستمتع بالأكل. يلا السلام عليكم. أكلنا ما شاء الله، إحنا ثلاثة ب24000. طبعا أضفنا هو البرغدل هنا، وهنا جروينغان شاربين شاهي. فهذه كلها ب 24000. 24000 يعني كم؟ 8 ريال يمكن او اقل. تخيل على هذا فار 8 ريال يا بلاش. من جد يا بلاش. طبعا هذا هو السوق. هنا برضه سوق ثاني، يقولوا بيشتروا موز وبيشوفوا الموز هنا كيف شكله، يحطوه في ايش؟ في سلال كيف. ان شاء الله ناس هنا شغالين كويس. في موز وفي بايا، في تفاح، في شمام، زي الحلوين. يلا طبعا هذا المطعم اسمه هاندياني كولينير اندونيسيا ويساتا بايتون. طبعا هنا المطعم، هذا هو المطعم، في مراجع للاطفال. طبعا هنا الله يكرمكم الحمامات والمصلى. هو هنا الحمامات والمصلى. شايفين هنا اللوحه دي. فاحنا بنخش جوا لانه الشباب سبقوني على جوا، بنخش من هنا احسن. ندخل من المطعم الأساسي. أهو هذا هو المطعم. هنا سلام الداتان يقول لك. لو تلاحظوا كل الأشياء مصنوعة من البامبو، خشب البامبو أو الخيزران. هذا الاستقبال حقهم. قاعد يطلب في المنيو طبعا على طول عشان ايش لا يتاخروا علينا على الطلب. تمن اير، تمن حديقه المياه. شوفوا من البامبو، كل شيء من البامبو هنا فوق. شوفوا
البامبا والخيزران. شوفوا من الخيزران. هذه جلسات المصات. هذه جلسات المصات وتحت الجلسات الحلوة. هنا المطبخ حقهم ورا. وشوف في جلسات بالسفينة. هنا المغاسل. المغاسل حلوة. شوفوا حتى المغاسل بخشب البامبو طريقة حلوة. وهنا هذا صاج. هذا صاج. شايفينه؟ شغل الموية من هنا. شوفوا. شايفين؟ اشتغل الموية من هنا. شوفوا. حركة حلوة. هذا أنا معكم. شوفوني هنا. تحياتي لكم. في كوتج هنا. شوف المنظر ده. شوف المنظر هذا كيف. شوف المنظر ده كيف. الممر هذا الحلاوة ده. شوفوا كيف. طبعا هذا الممر. وهنا في جلسات على اليسار. شوفوا جلسات فوق الموية. جلسات فوق الموية. يا سلام. طبعا احنا عشان لسه عدوبهم فكوا الحظر فما فيش ناس كثيرين. ولا في الويك اند هنا مرة مليان. طبعا احنا لسه اليوم ما هو ويك اند. احنا اليوم اربعاء. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. جلسات جدا رايقة. صراحة جلسات جدا رايقة. طبعا هذه الجلسات. شوفوا المغاسل جنبك. هنا طبعا تحط الله يكرمك من حذاء. هنا تطلع من غير حذاء. شوف هذا المكان اسمه ساديوا. ساديوا شايفينه. ساديوا فوق هناك مكتوب. كل جلسة باسم عشان حقون المطعم يعرفوا في اي مكان انت جالس. طبعا هذه المنطقة اسمها كوتيج اللي هي اللهم صل على محمد. زي قولوا معايا الكباين من الخشب. شايفين كباين من الخشب. هذه هي كباين من الخشب. يا سلام. شوفوا غرف وكباين من الخشب. هذا الاستقبال حقهم. طبعا احنا بس في المطعم ما احنا رايحين عند الكباين. هذا استقبال الكباين. هنا المكان جدا. المكان جدا رائع. من المكان الحلو هذا تامان عيل. هذا المطعم على الطبيعة ومن الطبيعة مرة. هنا جلسات. شوف أبو نفرين ثلاثة انفار. المغسل عندك. يا سلام. هذا خوينا أقوس. المكان جدا رائع. شوفوا الجلسات دي كيف. طبعا اللي يسأل هذه ايش ماكينة ايش. هذه ماكينة تحريك المياه عشان موضوع الاكسجين للاسماك واللي ربوها هنا. شوفوا زي هذه. هذا انا معكم من مطعم تامان اير او حديقة المياه. حديقة المياه كلها مياه هنا وهنا. هذه الجلسات الرائعة. قبل ما وصلنا الطلب خلينا نستريح كده شويتين ونشوف انواع الاكل اللي عندهم والطلب اللي طلبناه. هذا وصل عبارة عن سمك مشوي. هذا سمك بحري مشوي. ini apa namanya pak? Bandeng. Bandeng. هذا اسمه ikan bandeng. Milk fish. Milk fish. وهذا gurami. سمك gurami نهري. شوف كيف حركة القلية حقتهم. يقصوها كذا وكذا ويقلوها. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تفضل. تفضل. يلا بعد اذنكم بناخذ. سلاحكان. سلاحكان. كريمة كاسي. شوفوا حركتهم كيف. حركة حلوة حقت الملاعب. تاخذها كذا تطلع من هنا زي الحلوين. فبسم الله على بركة الله. يلا. طبعا هذا الرز حقهم. تاخذ كذا الرز لسه حار. تحط لك شوية في الصحن وتدي خويك عشان يغرف هو كمان. سلاحكان. بسم الله. ني ابا ني با؟ كانكوم. كانكوم. هذا اسمه كانكوم طبعا. بس قالوه بطريقة جميلة وحاطين عليه بذور السمسم. فجدا جميل. طبعا اذا ما بتاكل بيدك والله ما حتشبع. ما كان باكيتك ناجح. طبعا الاكل الجاوي يتميز بالاكل انه في حلا طبعا في طعم الاكل شوية. واغلبه خضار. اغلبه خضار تمام. لو تلاحظين ان الخضار مرة كثير. إن خضار إن خضار إن خضار. يعني حتى هذا الخضار. شوفوا هذا خضار مرة
طازة، ما في لا طبخوه ولا سلقوه ولا شيء. اهو طماطم وفاصوليا وخيار ونعناع شويتين، هذا يسموه داون من هنا يسموه، وكرم. فاغلب الاكل حق الاندونيسيين خاصه اهل جاوة بذي الطريقه. احلى شيء بعد ما تاكل تغسل هنا، شوف مره المغسله جنبك، شايفين اهو المغسله جنبك. عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان، وادعمونا باللايكات واعطونا رايكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جون بلاقي الحياة للأمان.